كباتن عايز اخد رايكم في الكونفدراليه الاول قبل ما نخش في ماتش البنك الاهلي النهارده. نادي الزمالك وقع في المجموعه الثانيه يا كابتن احمد كابتن حماده مع اكاديميه سوار الغيني ساجرادا الانجولي ابو سليم الليبي. دي طبعا اكاديميه سوار دي اول مره تشارك، وابو سليم الليبي طبعا اول مره برضو يشارك. رايك يا كابتن احمد في المجموعه الزمالك وطبعا كل الفرق ليها تقديرها واحترامها يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا بعد الدرس بتاع المباراه اللي فاتت، ايوه، لابد ان نعي ان كل الفرق طبعا اسما وتاريخا الزمالك ما فيش مقارنه بينه وبين اي فرقه، مع احترام لجميع الفرق، ولكن خلاص دلوقتي لابد موضوع الاسم ده ما بقاش موجود في القاموس، لازم تعمل حساب خلاص لاي حد بيلعب ضدك. صح. فرق طبعا يعني ربنا يوفقهم لسه جداد في 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 كرة القدم، حتى اسم انا ما يعني في ناس انا اول مره اسمع هو ساجرادا، بس ده اللي احنا لعبنا قبل كده، وتعادلنا معاهم مرتين بالظبط يعني، برضو تعادلنا معاهم مرتين ذهابا وايابا. فانا لازم ندي موضوع اهتمام، واخد بالك؟ وصلت بشق الانفس بطريقه صعبه جدا جدا جدا، لدرجه ان احنا كنا الناس عيبت علينا ان احنا بنبالغ في الفرحه. وانا طبعا شايف ان ده كلام فاضي، لان فعلا هذه المباراه تستاهل اللي اتعمل. انا قلت على فكره يا كابتن احمد في الانترو، ما اعرفش سمعتني ولا لا، قبل ما تخشوا انت وكابتن حماده، ان المباراه ان كان في فرحه كبيره جدا طبعًا. ولكن مش عشان الفوز، علشان سير واحداث اللقائين بس فقط. بس يعني احنا بنتكلم في ثلاث اشواط خسران 3-0 يعني، لا وبعدين ترجع في الشوط الثاني، فكانت الفرحه مش اوفر بقدر ما عشان انت كسبت، بقدر ما هي انت الاحداث وسير المباراه كان صعب علينا. لا وبعدين انت خسران 2-0، والشوط الاولاني هنا خسران 1-0. صحيح. والفريق كان بيلعب مش كويس. صح. فانت طبعا يعني ما عندكش اي نوع من انواع غير امل بسيط جدا في كرة القدم. الامل كان تضاءل لما جابوا الجول هنا، لان انت عايز تجيب 4 تجوال. رايك في الزمالك؟ فان شاء الله، لا الزمالك ان شاء الله يقدر ان شاء الله العزيمه. حتى المدرب بتاع ساجرادا قال لك الزمالك مش يتصدر المجموعه، لا ياخد البطوله طبعا. يعني الزمالك ان شاء الله يقدر يكمل ويقدر يلعب ويقدر يؤدي فيها بشكل جيد جدا.